عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معنا إخواني أخواتي في قناتكم أليسامبل كندا تي في. الفيديو ديالنا اليوم غادي نخصصوه لواحد الموضوع اللي هو مهم جدا. بلا شك أنكم شاهدتوا الأحداث اللي كتوقع مؤخرا في الولايات المتحدة الأمريكية، وأنكم كمهاجرين أو كمقبلين على الهجرة كتسألوا على كندا واش حتى هي فيها العنصرية ولا لا. فبالإضافة الإجابة على هذا السؤال والإجابة على أسئلة أخرى كتهم أسباب ديال هذه العنصرية وكذلك الفئات اللي كتعرض للعنصرية، غادي نحاولوا نجاوبكم عليها في هذا اللقاء ديالنا اليوم. فعلا فكندا حتى هي موجودة فيها واحد النوع ديال العنصرية، وهذا باعتراف الوزير الأول الكندي وكذلك باعتراف الوزير الأول ديال منطقة الكيبيك، واللي زادوا أكدوا على أنه خاص الدولة والمقاطعات يبذلوا مجهود في هذا المجال، هذا محاولة محاربة العنصرية. إخواني أخواتي، صراحة العنصرية كاينة غير ما متفقماش بالشكل الكبير والحدة ديالها، ماشي بالشكل اللي كنلاحظوه في دوك التصرفات اللي شفنا في دوك الفيديوهات في الولايات المتحدة الأمريكية. فالأسباب ديال العنصرية اللي متواجدة هنايا فكترجع بشكل كبير الخوف من الآخر وعدم الانفتاح على العالم وكذلك التربية. فمن تنقل لكم الخوف من الآخر، فالإنسان الكندي بصفته ما كيحاولش على أنه ينفتح على الثقافات الأخرى، وما كيحاولش على أنه يتعرف على الناس الأخرين وعلى الحضارات الأخرى، والمعلومات اللي عنده على العالم الخارجي كيستمدها بصفة كبيرة من الإعلام الغربي. وحنا عارفين الصورة اللي كيعطيها الإعلام الغربي على الثقافات الأخرى فما كتكونش بشكل كبير يعني صادقة، كما أنها ما كتكونش صور اللي هي إيجابية، فأغلب الأحيان كتكون صور اللي هي سلبية. الخوف من الآخر، فبالنسبة للشخص الإنسان الكندي أو الإنسان الكيبيكي، حيت أنا نتحدث بصفتي مقيمة في الكيبيك، فالخوف من الآخر يعني بالنسبة لهم المهاجر فهو ذاك الإنسان اللي جاي ياخذ لهم البلاصة ديالهم في العمل، الفرصة ديالهم في العمل، كذلك اللي جاي على أنه يستفد من المساعدات اللي كتقدمها الدولة. ما كيعرفوش بأن الإنسان المهاجر هو إنسان اللي عنده واحد الكفاءات وعنده واحد أمباجاج اللي جاي باش يوظفو باش يساهم في التنمية ديال كندا، وكيكون جاي بطلب من الدولة الكندية، هي اللي جاتو، هي اللي سهلت ليه الدخول لها لأنها كتشوف بأنه غادي يخدمها اقتصاديا وكذلك غادي يزيد في التنمية البشرية، يعني غادي يولد وليداتو، يعني غادي يعطي مواطنين صالحين لهاد الدولة الكندية. كما انه المهاجر ملي تيجي لكندا فجل الكنديين ما كيعرفوش بانه كيقدم تكاليف ليا بالغه، كيقدم لي فري تريتمون دو دوسي، واحد المجموعه ديال المصاريف اللي كيدفعها باش يدير داك الدوسي ديال ليميغراسيون. صراحه هاد المصاريف هادو راه الدوله الكنديه راه كتستافد منهم، ما كيعرفوش بان الهجره فكتكلف المهاجر مبالغ مادية كثيرة. فمثلا إلا شفنا غير الطلبة كيخلصوا لي فخي ديال سكولاريتي، كيجيبوا معهم الفلوس باش يعيشوا باش يكريو، وكذلك المهاجر فمطلوب من نوع اللي جاي ريزيدون بيرمانون، فبالإضافة للتكاليف ديال التريتمون ديال الدوسي اللي كيخلصها قبل ما يتحصل على الفيزا، فملي تيكون جاي لهنايا فكيخصو يجيب معاه واحد المينيموم، واحد المبلغ المادي اللي غادي يستعملو باش يكري باش يعيش. هادشي كامل راه في صالح كندا اقتصاديا، كيساهموا في التنمية ديالو، ومني كيخدم هاد المهاجر هذا فتا هو كيأدي الضرائب ديالو، وهاد المداخل كاملة هي اللي كتقوم
بإدارة العجلة ديال الاقتصاد الكندي. هذه حقائق اللي كيجهلوها الكنديين، فكيشوفوا في المهاجر غير هذاك اللي جاي انه ياخذ لو بيان سوسيال، ما كيشوفوش في هذاك الطبيب اللي غادي يعالجهم، ولا هذاك مثلا العامل اللي غيخدم في شي معمل وغادي كيدي الضرائب ديالو، ومن ديك الضرائب هما كياخذوا التعويضات اللي كيحصلوا عليها. بالاضافه للعامل الثالث يعني في الاسباب ديال العنصريه كيكون التربيه، فداك الشيء اللي كيكون في العقليه ديال رب الاسره وربه الاسره كيقوموا بالتمرير ديالو للاطفال ديالهم، وهكذا دواليك. غير انه مؤخرا فلاحظنا بانه كاين واحد النوع ديال الوعي عند الشباب، يعني ما بقاتش هذا الانغلاق في الافكار، فلقينا بانه لو منفتحين على الثقافات الاخرى. نمر الان الى الفئات اللي كتعاني من العنصريه. فالفئات اللي كتعاني من العنصريه في كندا كاينين ثلاثه ديال الفئات بشكل كبير، يعني كاينين فئات اخرى ولكن هذو بشكل كبير. بالدرجه الاولى كاينين الهنود، يعني السكان الاصليين ديال البلاد، فهما عبر التاريخ عانوا بشكل كبير من العنصريه ومازال كيعانيوا منها، وصراحه عاشوا اضطهاد وعاشوا اشياء اللي هي صعيبه. احنا عارفين بان كاع الشعوب اللي هي اصليه والشعوب الاوليه فكيكونوا كيعانيوا من هذه الاشياء هذه، غير هما يعني المعاناه ديالهم مازال مستمره في بعض المناطق. الفئه الثانيه وهي فئه ديال الناس اللي هما البشره ديالهم سوداء، صراحه كيعانيوا بشكل كبير من ما يسمى بالبروفيلاج غاسيالي. دائما كيتم البحث معهم بالخصوص الشباب منهم، دائما كيكونوا متهمين بارتكاب جرائم ومشاركه في اشياء اجراميه. الفئه الثالثه اللي كتعني من العنصريه فهي الفئه ديال العرب وكذلك الفئه ديال المسلمين، حيت كيف ما كنعرفوا كاين بزاف ديال العرب اللي عايشين في كندا، كما انه كاين بزاف ديال المسلمين اللي غير عرب عايشين هنا في كندا. وإلا هضرنا على العرب فأغلب أنواع العنصرية كيعانيو فيها في العمل، إقصاء في العمل، فمن كتم مثلا تقديم المقابلة ديال العمل ولا كيتم شي امتحان، مي كيكون يعني الاسم ديالك اصله عربي فكتكون عندك لي شونس باش تختار، كتكون ضئيلة في بعض الاحيان، رغم انه القانون انه مينوريتي فيزيبل كتكون عندهم فرص اكثر، فهذه اللي كتساعد في بعض الوظائف على انهم كيضطروا ياخذوا واحد العدد، حيت كيكون عندهم واحد العدد متوفر لي مينوريتي فيزيبل اللي كيكونوا داخلين فيهم هاد الفئات اللي كيعانيو. الا جينا نشوفوا المجال ديال العمل والفرص ديال العمل، فكاين جل ديال المهن اللي كيكون الدخل ديالها مرتفع، فقليل فاش كتلقى هاد الفئات هادو خدامين فيهم، كتلقاهم دائما حكر على الكنديين، ماشي اصحاب الجنسيه ولكن كنديين بحال دابا الا قلنا لي كيبيكوا دو سوش الاصليين، واخا كلمه اصليين عندي تحفظ عليها لان اللي يمكن يقول على انه كندي اصلي هو الهنود، حنا والباقيه كاملين فكنعتبروا الاصل ديالنا مهاجر. فالاختلاف في الزمن الهجره وكذلك في النوع ديال لو مويان يوتيليزي بوغ ايميغري. فنرجعوا للموضوع ديالنا، فقليل فاش كتلقى بان هذوك المهن كيشتغلوا فيهم هاد الفئات هادو، فمثلا ليزيبو خدموا في جمع النفايات، انا عمري ما شفت شي واحد عربي، يعني كنلقى مازال اصحاب البشره الداكنه وما كنلقاش العرب، غير بعد الوظائف فتحت الابواب ديالها، مثلا الا جينا لا سوسيتي دو ترونسبور ديال مونريال الان جل الموظفين ديالها عرب، بينما في البدايه ديال 2003 2004 كنت ما تلقى حتى شيفور ديال الطوبيس عربي. هاد الاشياء هذه بدات الان في التغير، بدات في التحسن، ونتمنوا على ان الناس اللي مهاجرين يحاولوا يكتسحوا الوظائف كلهم، لما لا يوصلوا للمراكز ديال السلطه، حيت بهذه الطريقه هذه اللي غادي يمكن على اننا نغيروا النظره المهاجر، كذلك على اننا نحدوا من هذه العنصريه هذه، حيت شحال ما كتبقى
مثلا المهن اللي كتمثل السلطة محتكرة في يد واحد الفئة معينة، فبطبيعة الحال غتكون النظرة ديالهم للفئة الأخرى في المجتمع كتكون بشكل اللي هو سلبي. فالتنوع كيخلق واحد النوع ديال الانفتاح، كيف ما أنه كيخلق واحد النوع ديال التوازن اللي حنا بغينا نحصلوا عليه. فالنصيحة اللي يمكن نعطيها للمقبلين على الهجرة أو الناس المهاجرين الجدد، وهي انهم ما ينساوش على انهم نهار يشدوا لا ريزيدونس ديالهم، خداو لو ستاتيو، خرجوا من المطار والورقه ديال لا كونفيرماسيون في يديهم، فمن داك النهار فعندهم نفس الحقوق اللي عند الناس اللي هما عايشين هنايا وعند الناس اللي هما مولودين هنا. الاختلاف الوحيد وهو ان كاين غير في الانتخاب، اما من غير حق الانتخاب وحق المشاركة في الانتخابات حتى تحصلوا على لا سيتويانتي ديالهم، فعندهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات، فما خصهمش على انهم يحسوا بالنقص ولا انهم يتعاملوا بهذيك العقدة مع الاجنبي. فهذوك الاشياء هي اللي كتجعل انهم يكونوا عرضة للعنصرية، اما الا عرفوا بان عندهم الحق، عندهم الحقوق ديالهم ويفرضوا الاحترام ديال الحقوق ديالهم، فعمرهم ما غادي يتحطوا في شي موقف عنصري. حتى الا تحطوا في شي موقف وتعرضوا للعنصريه، فالا عندهم الاثباتات فما خصهمش يلتجئوا للقضاء، يلتجئوا للقانون، القانون في صفهم، فما يسكتوش وما يتاثروش وما يقولوش لا كندا خايبه خصني نرجع في حالي، واثر فيهم وياثر على النفسيه ديالهم. بالعكس، فالمهاجر انا اللي كنعرف عليه فهو تيكون انسان اللي هو قوي. فاهم دليل على انه انسان قوي هو انه اتخذ القرار على انه يبدل بلاد، واتخذ القرار على انه يبدل حياته بحياته. فكونوا على يقين على ان هاد الجرأة هذه وهاد القوة هذه ما كيناش عند هادوك الناس اللي يقدروا يديروا معكم داك التصرف العنصري. فرغم هذا الشيء كامل، فانا كنزيد ناكد للناس اللي مقبلين على الهجره بان العنصريه هنا في كندا فما كايناش بشكل كبير كبير كبير، كاينه ايه ولكن ماشي متفاقمه وماشي بشكل كبير. فغير يعني كتلوح لهم بالقانون، ولا كتشوف شي واحد كيحاول يدير معك شي موقف ولا هذا، غير كتبين ليه بانك عارف الحقوق ديالك وانك تقدر تتابعه قضائيا، فكيتراجع وما كيزيدش معاك. وحتى انه حكم ديال السنه الاولى فاش كيكون الواحد كيقلب على الخدمه ومازال ما استقرش، فاغلب الاحيان فما كيكونش هذيك النظره اللي هي صحيحه على الاقامه هنايا في كندا، حتى من ناحيه ديال المواقف العنصريه. فكونوا على يقين بانها شحال ما طولتي هنا دوك المواقف كيقلوا، لانك حتى انت كتكتسب مهارات وكتكتسب حتى الطريقه ديال التعامل مع الناس هنايا. فما كتكون في الاول جاي كيف ما قلت لكم على ديك العقده الاجنبي اللي ما خصهاش تكون، شحال ما دوزتي الوقت فكتكتشف حتى انت الطريقه اللي غادي تتعامل بها معهم، وكتعرف حتى الطريقه ديال كيفاش غادي تدافع على راسك، حتى المكانه ديالك حتى هي كتطور وكتبقى راه كل سنه لا تشبه اختها في المجال ديال الهجره. كل عام كيكون عندك تطور، كتكون حققتي شي حاجه وهكذا دواليك. فمنين كتحصل على الجنسيه الكنديه فبطبيعه الحال كتزيد عندك ديك الراحه النفسيه، حتى هاد الشيء هذا حتى هو كيجعلك ان حتى داك الاحساس ديالك بالعنصريه كتبقاش عندك، داك كيف ما كنقول دوك لالارم يعني داك لي زونطين اللي عندك، يعني فين ما كتشوف هذا كتقول هذا تصرف معايا بعنصريه، فكتنقص الحده وهذا كذا دواليك. وكنعاود نرجع ناكد عليكم بانه الناس المقبلين على الهجره فداك الشيء اللي كتشوفوا في الدول الاخرى فما خصوش ياثر على الهجره ديالكم، على الحلم ديالكم وعلى البرنامج ديالكم. فصراحة الحدة ديال العنصرية ضئيلة ضئيلة جدا بالمقارنة مع الدول الأخرى، لأنه في الأصل كندا هو بلد الهجرة والمهاجرين. كنشكركم إخواني أخواتي على المتابعة ديالكم، وكنقول لكم إلى لقاء في فيديو جديد على قناتكم أليسامبل كندا تي في، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.